استضاف مجلس محافظة صلاح الدين هذا اليوم وفد وزارة الكهرباء وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين والوحدات الإدارية ومجالس الأقضية والنواحي بخصوص التعليمات الأخيرة بخصوص الجباية المتعلقة بالتيار الكهربائي. هدف الوزارة بالعموم هو تقنين الضائعات والتجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية وعلى الطاقة التي تنتج، وبالتالي محاولة من خلال هذا الحصر هو أن تتوفر ساعات تجهيز للمواطن كافية عن طريق تفعيل نظام الجباية الذي سيعطى إلى مستثمر في مناطق اختيرت في ثلاث مناطق في محافظة صلاح الدين، يقظة بلد والدجيل وسامراء، من ثم ممكن أن تعمم إلى مناطق أخرى. أبدت الدوائر الحاضرة والمجالس وإدارات الأقضية في هذا الاجتماع ملاحظاتها بهذا الخصوص في أن الطاقة المجهزة لهذه المناطق ستبقى بحاجة إلى إكمال من خلال المولدات الأهلية، كون أن هذه الطاقة التي ستولد في البداية أو التي ستجهز في البداية لا تتجاوز 16 ساعة، ممكن أن تتطور بالمستقبل إلى ساعات أكثر. الدكتور عمر الشنداح قام مقام قضاء تكريم. تم الحديث حول توجهات وزارة الكهرباء لخدمة المواطن الفقير في محافظة صلاح الدين، حيث هناك دعم من قبل وزارة الكهرباء للمواطن يصل إلى 94%، حيث أن وزارة الكهرباء تواجه تحديات حول هذا الموضوع في تجهيز الطاقة الكهربائية نتيجة أنه الصعوبات قلة التخصيصات المالية، إضافة إلى خروج وحدات توليدية تقدر ب 4500 ميجا نتيجة أعمال داعش الإرهابي، وكان الحضور من قبل أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين وعدد من أعضاء القائم مقامين وأعضاء المجلس البلدي وعدد من وحدات أعضاء الوحدات ومسؤولين الوحدات الإدارية، وهناك كان تجاوبا مسبقا وتجاوبا ملحوظا مع وزارة الكهرباء حول تفعيل هذا الموضوع لنجاح هذا المشروع ودعم وزارة الكهرباء. زيدون جميل مجيد، مسؤول قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية صلاح الدين. اليوم تم تنظيم ندوة في مجلس محافظة صلاح الدين لإيضاح موضوع الجباية، خدمة الصيانة والجباية لأعضاء المجلس. الحمد لله الاستجابة كانت جيدة، وهناك بعض الملاحظات، هذه الملاحظات لا أعتقد بأنها ترقى إلى رفض المشروع، لكنها ملاحظات تحتاج إلى توضيح، وإن شاء الله سيتم توضيح ذلك أو تم توضيح ذلك. وأنا برأيي أن المشروع هذا إيجابي وسيستمر وسيكون مفيد جدا للمواطن إن شاء الله. مهندس حسين عبد القادر، مدير توزيع صلاح الدين. حقيقة تكلمت في هذه الندوة عن موضوع عقد الخدمة والصيانة والجباية، فكانت ألقينا في هذه الندوة عن مواضيع أو مضامين عقد الخدمة والصيانة والجباية وفائدتها بالنسبة للمواطنين بشكل عام، لغرض إيصال الفكرة بأنه هذا الموضوع هو في الدرجة الأولى في خدمة المواطن وليس تصب في عكس خدمة المواطن.